نحن في 7 أيار ننظم حراكا ثوريا مستمرا في مكتب التعليم بالمخيمات، ووقفتنا هذه تضامنية مع أخوتنا في حلب، وأخوتنا في مخيم الكمونة ونحن في المخيمات، وأخوتنا سجناء في مدينة حماة المحاصرين وهم سجناء رأي مظلومين. نتضامن معهم بهذه الوقفة، وحضر المعلمون والمعلمات، وحضر الإخوة الشرطة، وحضر أيضا الأطباء. نتضامن مع شهداء الأطباء الأحياء في مشفى القدس، ونقول لهذا الطاغية المجرم: نحن نعلم أننا أصحاب حق، وبالتالي لن تغير براميلك وروسيا وإيران لن تغير من قناعتنا بأنك أنت على باطل، وبالعكس تتكرس هذه القناعة في كل يوم. نزداد قناعة أننا نحن محقون بهذه الثورة ومستمرون بها، ولن نستسلم تحت البراميل، وكلما كنت قاسيا ستكون نحن أصلب وإرادتنا أقوى، وهذه إرادة الشعوب في الثورات، والحمد لله رب العالمين. اهدني، لا اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم. أنت تقرأ بلسانك، فأين أنت من إخوانك؟ أين أنت من الأمهات؟ أين أنت من الثكالة؟ لمن المجازر يا أخي تقام؟ وعلام لم يحدث بها إعصار، مدن تباد بأسرها، فمصيرها بعد الحرائق أدمع وخيام، ومآذن غص الأذان بها أسا وغدا نواحا، والدموع سجام لهف على الإسلام يذبح أهله، والقوم أهلي عاكفون نيام. فتنا أنت من أجل أن نوجه رسالة لكل العالم أننا لن نخذل. خذلنا من قبل بكثير مدن دمرتموها ولا أحد نظر إليها، أما الآن أردتم تعيدوا الكرة في حلب، لن نسمح لكم. نحن وقفنا تضامنا مع أخوتنا في حلب، لن نخذلك يا حلب، لن نخذلك يا حلب، نحن معك. وباسم المعلمات والمعلمين هنا جئنا، معلمات طبعا المخيمات، جئنا لنقل لكل العالم أننا معك يا حلب، ولن نخذلك أبدا. أنتم تقولون أنكم تضربون المعقرات، لكنكم تضربون المستشفيات والمدارس والأطفال. لماذا اتركونا لوحدنا وانظروا ماذا سنفعل؟ اتركونا لوحدنا، لماذا الكل يتدخل في أمور سوريا؟ لماذا هذه هل أصبحت جوهرة نادرة عنكم تريدون أن تسلبوها؟ لماذا هذا التدخل؟ اتركونا لوحدنا وانظروا ماذا سنفعل. سنتوحد، سنبني المدارس، سنبني المستشفيات. اتركونا بحالنا، اتركونا، لم ينصرنا احد، فاتركونا وانظروا ماذا سنفعل. بنت صغيره سوريه لسه بعمر الورد، قلبي طيب صافي النيه ولا عم باذي حد. بنت صغيره سوريه لسه بعمر الورد، قلبي طيب صافي النيه ولا عم باذي حد. بعرف بيتي وبعرف ارضي، اهلي محلاهم حوالي، شو ما بدي بلاقي حدي بالمحبه والحنيه. بعرف بيتي وبعرف ارضي، اهلي محلاهم حوالي، شو ما بدي بلاقي حدي بالمحبه والحنيه. اذا مجرم على بلدتنا قتلوا بي واخذوا خي، صاروا يقولوا الارض انها صدمه شو بكت عيني. اذا كان مجرم على بلدتنا قتلوا بي واخذوا خي، صاروا يقولوا الارض انها صدمه شو بكت عيني. بصرخ ليش انا شو سوي، ما في حدا جاوب علي، بس مكتوب على باب البيت منهم مروا الاساليه. بصرخ ليش انا شو سوي، ما في حدا جاوب علي، بس مكتوب على باب البيت منهم مروا الاساليه. اذا بعديها واحد شفته بيشبههم ماشي حوالي، من اهلي هالحجر مسكته ورميته وانا مالي قوي. اذا بعديها واحد شفته بيشبههم ماشي حوالي، من اهلي هالحجر مسكته ورميته وانا مالي قوي. مسكوني وضربوني وقالوا بدنا محاكمة على الاذيه، حبسوني والتهمه شو قالوا اني مجرمه ارهابيه. مسكوني وضربوني وقالوا بدنا محاكمة على الاذيه، حبسوني والتهمه شو قالوا اني مجرمه ارهابيه. مين بيرضى بهذا العار؟ اسمعي صوتي يا بشريه، يلي مثلي لسه كتار انت بيشوف الحريه. مين بيرضى بهذا العار؟ اسمعي صوتي يا بشريه، يلي مثلي لسه كتار انت بيشوف الحريه، انت بيشوف الحريه.
بيشوف الحرية. أنا جيت أشارك بهي المظاهرة لأن شفت هالعالم عم تموت وعم تتعذب وعم تتشرد من بيوتها بسبب الشعر المجرم اللي ما خلى واحد بيته. وأنا جيت أشارك هون وجيت أشارك مع الثورة الشعبية. أيوة نحن جايين كمان ناسحين من بيوتنا إن شاء الله نرجع على بيوتنا. بشار المجرم هاي شردنا وبركنا بالمخيمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج عنا وعن جميع المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين وصن أعراضهم وارحم شهداءهم وشاف جرحاهم وأمن خوفهم وفك أسراهم يا رب العالمين. ومن أراد بهم خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم شرا فخذه أخذا عزيزا مقتدر. اللهم إنا نشكو إليك من مساجد هدمت، ومن أعراض انتهكت، ومن أطفال يتمت، ومن نساء ثكلت. يا الله اللهم عليك بطاغية الشام بشار ومن والاه، فإنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا جبار سوط عذاب. اللهم عليك بروسيا والصين وإيران وحزب الله، فإنهم اعتدوا علينا يا الله. اللهم لا تدع لهم طائرة تطير ولا دبابة تسير، واجعلهم غنائما للمسلمين يا رب العالمين. اللهم وحد بين صفوف المجاهدين وقو عزائمهم وأيدهم بنصر منك يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إقامتي تنتهي يوم الأحد. عائلتي بسعودية وأنا جيت هنا زيارة. أنت علي إيش لون؟ تنتهي يوم الأحد. بكرة جمعة. طيارات بكرة الجمعة. يمكن أحصل طيران من الغامش اللي ما في مشكلة. بس لما أصل الشام هل أحصل طيران ولا ما أحصل طيران ما أعرف. من الصبح أتحول عليهم أقول لهم يا جماعة نعم أنا جيت البارح. ولولا بكيف كان جيت منكم قبل شهر. بس ما أبي. طريق الشام ومسكر. احنا والله البارحه جينا وعندنا قامات نريد نسافر، ما نريد لا نظل هين ولا احنا لاجين، احنا عندنا قامات ونشتغل. كل عندنا اقامات على السعوديه وعلى الكويت والعالم ماشي يعني الطريق. نعم. فهي جايتها تقعد وتنام. بس على المطار احنا من البارحه جينا والله نريد نعادي وعادينا وحطينا بالخيام. شنو؟ انا جاي هون مع زوجتي بدنا نروح على المخيمات، بس سمعت انه في شيء اسمه هاي بالهاي مخيمات هول حسكي هنيكي للهاي السوريين صارت، لانه بالمخيمات روج ما قبلونا. هاي المخيمات روج بعد قام شلي ونحن بدنا هاي مخيمات بحيث انه انا لاقي شغل. ايه شغلي مثلا اشتغل هون ما في عمل يعني. يعني هني ما عم يخلونا انه نطلع من هون الا بورقه كفالي. نحن لاي مكان مهم انه يكون في شغل، يعني مهم ناكل لقمة. شغل نجني يعني اشتغل ما عندنا. المقاطعه ما عاد يتحمل شيء اللي فات عليه، وبعدين في مشاكل جوا حاله امنيه يتوقف ياخذوا اجراءات حسب امكانيات المطار، لانه يجي مرات 200 واحد بده يفوت، ممكن لحتى اجراءات ياخذ يروح قسم يدل قسم الثاني يوم يروح. اما الاقامات ما نوقفهم، كل شيء اقامه يوقف. الاقامات والمرض والعنده عقد ايجار هذا ما يوقف. We'll be right back.
طلعنا وقفة احتجاجية على صمت الشعب والشعب العربي والعالم بأكمله على المجازر اللي عم بتصير خاصة في حلب وعامة في سوريا. فلأمتى رح يضل هذا الصمت؟ وما هي الغاية من هذا الصمت؟ بدنا منقذ، بدنا هو المنقذ هو الله، بس كمان الناس بدها مين يساندها؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وين الناس؟ وين المسلمين اللي عم بتثالث بانتشال شعب الشام من هذه المجازر؟ نحن شعب ميسر وأطفال ميسر طلعنا بهذه المظاهرة لنعبر عن رأينا وعن الألم اللي عم نحس فيه وما حدا عم يحس فينا. تحت رعاية سوار حلب مجلس حي سوار ميسر طلعنا اليوم نصرة لأهالينا في حماة، معتقلين بسجن حماة لأن النظام ضغط على أهاليهم على أطفالهم مشان يلغوا الاعتصام. ومخيم كمونة، قصف مخيم كمونة، مدرسة مخيم كمونة، وعلى الهدنة على أساس وما في لا هدنة ولا في شيء ولا في من أي شيء. فقررنا أنه نطلع وقفة احتجاجية للطلاب المدارس وأهالي الحي نصرة لحماة وحلب إن شاء الله.